وننتقل إلى خبر اقتصادي هام في أوروبا، وهو إعلان اندماج شركتي فينترشال وديا، وسيكون أكبر شركة أوروبية مستقلة للنفط والغاز. ماريو مهم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي للشركة الجديدة قال إننا بطل أوروبي ونسهم بشكل جوهري في تأمين إمدادات أوروبا من الطاقة، والمرحلة الأولى من الدمج تم الاتفاق على الدمج في سبتمبر من العام المنصرم 2018. شركة فينترشال وديا عملتا معا على مدى عقود، ويشكل حقل مثل بلاتا نموذجا لذلك، وهو أكبر حقل نفط في ألمانيا حسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة. وشركة الجديدة تتمتع بحجم مثالي لمواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط والغاز، إذ قال إننا كبار بما يؤهلنا لعقد شراكات مع مؤسسات النفط والغاز الحكومية، وفي الوقت نفسه نمتلك الاستقلالية والحيوية والمرونة الكافية لتأدية المهام المعقدة والصعبة مستندين على مهاراتنا الهندسية. تختص شركة فينترشال ديا في إنتاج الغاز والنفط في 4 مناطق رئيسية هي أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما ماريا مويوس هانسن نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات قالت بصفاتنا شركة تعمل في مجال الطاقة فنحن ندرك تماما أننا مؤتمنون لا غير على المصادر الطبيعية لأي بقعة جغرافية نعمل فيها، ومن هنا فإننا نعي مسؤولياتنا ونعمل مع جميع المعنيين لنضمن أن وجودنا يحسن حياة سكان تلك المناطق التي ننشط فيها. في تلك البلدان لا نحتل موقعا ممتازا وحسب، بل نتبوأ مركزا رياديا. وأشارت إلى أن هذا ينطبق على مستويات عدة تشمل عملية الإنتاج في ألمانيا والجرف القاري النرويجي وروسيا. وألمحت هانسن بأن المحفظة الخاصة بالشركة تتميز بالتوازن على المستويين الإقليمي والتشغيلي، إذ يتم التركيز على إنتاج الغاز بنسبة 70%، وهذا أمر جيد كما أشارت نظرا لنمو الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا التي تشهد نزوعا باتجاه استخدام مصادر الطاقة النظيفة انسجاما مع أهداف القارة الرامية إلى حماية المناخ. شركة ديا تعتبر من أكبر الشركات الألمانية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز في مصر، وبدأت عملها في مصر في عام 1974. وضعت حقول نفط خام مثل حقول رأس بدران ورأس فنار وتسايت بي في خليج السويس، وأنتجت أكثر من 650 مليون برميل من النفط الخام. هذا غير مشروع دلتا النيل الغربي الذي يضم 5 حقول، وبدأ 2 منهما في إنتاج الغاز في مارس 2017، وهنا نشير لحقول تورس وليبرا. ومشروع دلتا النيل الغربية الذي بدأت فيه الشركة منذ فترة من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1,200,000,000 قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهذا يمثل نحو 25% من إنتاج مصر الحالي من الغاز. وبالتالي الاندماج سيكون له تأثير مباشر على استثمارات الشركة في مصر التي أعلن عنها مؤخرا، وستزيد كما أشرنا في الفترة المقبلة. We'll be right back.